طيب انا لازم اسالك على التصريحات اللي على لسان المتحدث الرسمي باسم سيمبا التنزاني، واللي هو بينقل يمكن وجهه نظر الاداره. كان بيتكلم في مؤتمر صحفي على انه المباراه دي زي الحرب، مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني زي الحرب، وانه اكيد هم بيتسلحوا بالحضور الجماهيري، هيكون في 30 ألف مشجع، في زخم اعلامي كبير في تنزانيا بسبب المباراه. شايف التصريحات دي ازاي؟ من حقهم الحقيقه يعني، طبعا يعني طبعا من صاحب الارض من حقه، هو برضه بيقابلوا بطل افريقيا يعني، بيرفع معنويات اللعيبه بتاعته. صح، يعني انتوا مش اقل من النادي الاهلي، احنا دائما مع النادي الاهلي بنبقى في الكوارتر فاينل، يعني سيمبا دايما بيبقى في بؤره الضوء وعنده هاي بوينتس بعد النادي الاهلي في الترتيب الافريقي والترتيب العالمي يعني. فاي انا لو ماسك سيمبا وبمرن سيمبا لازم هقول كده، ولازم هدعم فرقتي، ولازم كل خطوطي هخليها توازي خطوط النادي الاهلي. هقول يمكن النادي الاهلي بيلعب على ارض غير ارضه، فانا عايز استغل الحكايه دي كمدرب لسيمبا او لعيبه سيمبا. العوامل الفرديه بقى ساره هي اللي بتفرق في الملعب. التاكتكس اللي هو بالنسبه لمستر موسيماني مدرب النادي الاهلي عنده درايه كامله بسيمبا وافريقيا كلها. احنا لما جبنا موسيماني دي كانت من مميزات ان هو راجل عايش في افريقيا. صح، مع فريق محترم جدا يعني سان داونز. فريق كان محترم جدا وليه بطولات وحائز على جوائز، وهو نفسه المدرب نفس الشكل، فهو ليه مفهوم وليه الاحساس بالملاعب الافريقيه، ازاي بتقدر العبها، ازاي اقدر اضغط عليها امتى، ازاي اقدر اعمل لهم الثلاثه اللي انا بقول لك عليهم في نص الملعب، والكونتر اتاك بتاعي يسمح لي ازاي انصح لاعبتي باستغلال نقط سلبيه بتبقى موجوده في الفرق الثانيه. اعتقد هو عنده درايه. اكيد. ومن الماتش اللي عندنا محللين اداء دلوقتي طبعا فارقين قوي يا كابتن، فارقين قوي، تشوف نقاط القوه والضعف في كل فريق انت هتقابله، وعلى الاساس ده بقى بتحدد خطه اللعب، التشكيل وغيره. بيقطعوا الماتشات بتاعت سيمبا كلها، بيدوا كل لاعب في كل منطقه بتاعته الناس دي بتلعب ازاي، الناس دي هنا في المنطقه دي شكلها عامله ازاي. ف ده شغل مؤسسه